السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. ومرحبا بكم معايا اليوم، و الف مرحبا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم معانات في المحل اللي موالفه. دائما كنشارك معكم المعانات اللي عنده كويزين برومو البنات، دائما كنشارك معكم الجديد اللي عنده. واليوم ان شاء الله غادي ندير لكم جوله عاوتاني عنده. راه دائما تبارك الله كيجيب الجديد، داكشي واعر البنات، داكشي واعر المعانات كيحمقوا. بالنسبه للعنوان ديالو راه كاين في سباته في شارع الساقيه الحمراء، حدا مدرسه ديال علي بن ابي طالب، وكاين واحد القهوه في الشوكه ديال الجزيره. كطلعوا مع ديك الطلعه راه كتلقاو المحل. دابا في الاخر الفيديو غندير لكم واحد الفيديو صغير غنوريكم الطريق فين كاين هو. المهم غندير لكم كيف ما قلت لكم جوله عنده. راه عنده شي معانات، داكشي خطير البنات. الجديد الجديد ديما كاين عنده، ديما حاضر البنات الجديد. هادشي علاش خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو، غنشارك معكم كاع داكشي اللي عنده. راه عنده داكشي واعر واعر واعر، يعني تفرجوا البنات راه داكشي خطير بزاف. وخليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. يلا البنات دابا غنبداو ان شاء الله. اول حاجه غنبداو باب الديكورات، راه داكشي خطير البنات، هادشي واعر بزاف، غادي تحماقوا عليه. غندوزو الاول ديكور هو هذا البنات، انتم شوفوا شوفوا هاد الديكور شحال واعر. هادي كتمشي بلا هاد البياسات هادي. اها هادي تنخدموها للبريزونطاسيون، كنقدروا هادو كيخدموها صحاب لي بيفي بزاف. كذلك هنا باش تبان تيحطوا فيها من الفوق، كيحطوا فيها هنايا. وكاين اللي كيخدمها مثلا في صالون ولا شي حاجه للديكور، كتخدم هكا. بالنسبه لهادي مثلا كاين اللي ما بغاش كاع يبقى حاطه، غنقدروا حنايا مثلا سالينا منها نقدروا كديمونطا. هادي راه كتحل ياك. كامله بلاتي نعاود نجمعها هنا. كيتحيدوا البياسه هادي كلها كتفصل كامله، كنحلوا لها هادي. تقدر بلا ما تحلها خلاها صافر، غير كنحلوها كتولي كل بياسه. وهذه الفوقاني ديالها هذه راه هو كيعاود يتحل، يعني منين نساليو منها ردوها للكريطينه ديالتها وكتبقى. ما بغيناش كاع نخدموا بها هذا، الا ما بغيتوش خدموا فيها. اما هي راه كديكور زوينه، هذه كاين على هذا الشكل هذا. حتى الديكور ديالها واعر، كاين فيها هاد الحجرات كريستال على هذا الشكل هذا. هاد البياسه هذه الثمن ديالها هو 180 درهم، 3600 ريال، قل من الكرو ديالها. واعر الصراحه، كتحمق البنات هذه على المباشر. هذه راه تحطي فيها وديريها حتى كديكور، تستغليها في الديكور راه واعره. صحاب لي طابل ديال لي زوينه عجبتني، لا واعره ديكور. هذا الديكور هذا حتى هو زوين، حتى هذا واعر. هذا راه كيكون بلا شميعه باش الناس ما يكونوش فينا مع الشميعه. هذا بلا شميعه، هذا كيتعطى كادو، عنده لومبالاج ديالو زوين. كنقدروا نخدموا فيه الشميعه، دوك المضوئين اللي كيشعلوا بالضو كنحطوهم هنايا. ما عنديش شي وحده قريبه اللي بغات دير شي شميعه وتزين الديكور ياك. اي اللي بغات كتشعل شميعه كتجي هنايا زوين. بالنسبه للثمن ديال هذه البياسه هذه هو 130 درهم، 2600 ريال. 130 درهم البنات، شوف الاولى هي 180 درهم. اييه هذه 130 درهم، 2600 واعره والله حتى واعره. عرفتوا فحال هذه البنات كديكور ب 130 درهم، ويلا البنات اش بغيتوا؟ واعره واعره واعره. نشوفوا ثاني كاين هذا البورت كاطو هذا هنايا. هذا البورت كاطو شوف الخدمه ديالته كيفاش دايره، واعر لهم ثاني. انه كاينه فيه هاد الحجره، ماشي شي حاجه اللي هي السمك ديال الزجاجه كيفاش داير. الخدمه ديالو منبت من الداخل ما بين زجاجه وزجاجه مضوبله، حيت فيه جوج زجاجات، فيه الزجاجه الاولى والثانيه. يعني هاد الشيء اللي عندكم هنا راه ما عمره ما يطير، هنا ديما حنا في الزجاجه ومن تحت ديما الزجاجه، ديما غيبقى بحال ما هكايا. في جوج الموديلات، كاين هاد الموديل هذا والموديل الثاني اللي هو الفيرزاتشي راه ما محطوطش. بالنسبه لهذا راه تيدور على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. واعر هذا الثمن ديالو هو 200 درهم، 4000 ريال. هاد الشكل ديالو التنبيته هنا لا واعر واعر، مخدوم مزيان. شوفوا البنات كيفاش داير، 200 درهم البنات واعر. وندوزو عاوتاني لهاد الديكور هذا اللي عجبني بزاف. شوفوا هاد الديكور هذا البنات راه واعر واعر واعر، حتى هو ديكور جديد صراحة. أول مرة كنشوف هاد الديكور هذا جديد هذا. وهنا الغليقة ديالو ديال الكريستال شي حاجة زوينة، التكذيبة ديالو الفلاطو ديالو حتى هو واعر. وفيه هنايا هاد الحجيرات البنات، هانتوما نوضح لكم كثر، هانتوما شوفوا الحجيرات اللي كاينين فيه، فيه الحجيرات وعاد كاينين الحجيرات في البلاطو. هذا الموديل هذا خطير البنات صراحه، عجبني كيحمق البنات. اللي بغات الجديد عليها كويزين برومو البنات، كويزين برومو عليكم، كويزين برومو. داكشي عندهم خطير خطير خطير. ها نتوما هذا راه نفس هذا الموديل هذايا، هذا نفسه. هذا الفرق ما بين هذا الموديل حطوه ما بين هذا وهذا، انه هذا فيه الحجرات ديال الكريستال. أيه. هذا ما فيهش هنا لتحت. هنا نقدروا حتى لتحت ديالو نستغلوه ونحطوه فيه. واعر بالنسبه للثمن ديالو راه كيختلف ما بين هذا الثمن ديال هذا وما بين هذا. الفرق ديالهم هو 30 درهم،
هاد الاولاني اللي دوينا عليه الثمن ديالو 180 درهم، هاد الثاني هذا الثمن ديالو هو 150 درهم. واعر الصراحه ديكور زوين، 150 درهم 3000 ريال زوين. هو بلا بواط ديالو شي حاجه نقدر نعطيها كادو، نقدر نستغلها انا في الدار شي حاجه زوينه. كنقولوا 150 درهم اللي هنا، وبالنسبه لهذا الموديل الاخر اللي فيه هاد الحجيرات هذا بالثمن ديال 180 درهم، فرق ديال 30 درهم. لا واعر تبارك الله عندك دائما. انا باش يعجبني الصراحه نصور في هذا المحل هذا البنات بالجديد. هذه مازال اللي حطينا فيه جديد وكلشي، نقدروا نديروا بحال ما هكا، نقدروا نحطوا فيه بحال ما هذه، نقدروا نهزوا مثلا هاد البطيطات هادو حتى هما نحطوهم هنايا، راه هو كيجي البريزونطاسيون للديكور بزاف ديال الحويجات، هو كيجي في الحطان وكيجي حتى في الديكور خطير. شوفوا انتم كيعطيكم نيت افكار ديروا بحال هكا بحال هادو بحال هاد الديكور هذا تحطوه الوسط، صراحه داكشي غزال تبارك الله كيحمق. كاينه ثاني هاد المباخره هذه، هاد المباخره هذه الثمن اللي فيها ثمن خيالي، فيها جوج تلوينات، فيها البيض والكحل زوينه، ولا ما اظن الكحل ديالها كيخرج بزاف قريب يسالي. البيض ديالها والكحل متواجد دابا متوفر حاليا، الثمن ديالها اللي هو 90 درهم 1800 ريال، 1800 ريال رخيصه بزاف، رخيصه وموديلها واعر، الخدمه ديالتها زوينه. الخدمه واعره، شوفوا البلاطو كيفاش دايره البنات، زعما شي حاجه اللي انيقه وزوينه. هذه هي كتحط هنا، اييه كنقدروا نضيفوا عليها مثلا هذه البواطه هذه، نحطوها مثلا البخور ولا شي حاجه. تقدروا تستغلوه كيف ما بغيتوا نتوما بالافكار ديالها. الثمن ديالها هو 90 درهم 1800 ريال، 90 درهم البنات اش كتسناو؟ هادشي راه زوينه البنات، هادشي عنده كيحمر. هذا ديال المباخره، اييه هو على الشكل هذا، فيه النوار ديالو وفيه البلون ديالو اللي هو هذا، ها البيض ديالو اللي هو هذا. الثمن ديال هذا الموديل هذا هو 1600 ريال، يلا البنات 1600 ريال البنات. اللي ما بغاش يدير البخور الصراحه في الدار هادشي واعر. وعاد وعاد البنات بالمناسبه راه تيبيع البخور، ها هو جي خودي اختي مباخره وخودي معاك البخور وسيري داكشي كلشي يكون عندك. واعر الموديل هذا حتى هو زوين، اييه زوين، كاين فيه هذا الشكل هذا 75 درهم، وكاين هذا الشكل هذا شي حاجه اللي ما مبيعاش. لا واعر واعر ديكور زوين، كاين هذا الشكل هذا حتى هو الثمن ديال 75 درهم، زوين ديكور واعر. وكاين عندنا واحد الموديل اخر ديال المباخره اللي هو هذا، هذا راه زوين حتى هو، موديل جديد هذا. شوفوا البنات تبارك الله، الثمن ديال 110 دراهم 2200، شي حاجه طوب. شو الزجاج ديالك؟ لا واعر واعر واعر، شوف الزجاجه ومن هنايا شوف واعر، 110 درهم صراحه واعر. لا واعر ثقيله ثقيله البنات. البلاطو لورما من التحت كيدور، الثمن ديالو هو 550 درهم، وكاين هذا الموديل هذا ها هو، فيه حتى هو جوج ديال المريشات مباخره، هذا غير البلاطو صغير. والبلاطو ماشي صفر، هنا البلاطو كنشوفوا اللون ديال الزاج صفر، هنا اللون ديال الزاج ديال البلاطو بيض. بالنسبه لهذا الموديل هذا الثمن ديالو هو 400 درهم، واعر هذا راه في البرومو 400 درهم، من قبل راه تباع 30 درهم. كانت خداتو من عنده ماما والله العظيم جا واعر في الحطه، جاو خطيرين زوينين بزاف صراحه، الشكل واعر. هذا راه قريب يسال زوين. نشوفوا الترموس، هذه حتى هي الترموس لا مارك ريغال معروف، ولا مارك ريغال هذه رزاجه باش نشرحوا للناس بزاف، هذه رزاجه ديالتها غوز من الداخل، حيت كاين الترموس اللي الزجاجه ديالتها بيضاء، هذه الزجاجه ديالتها غوز، فيها جوج تلوينات وفيها جوج الموديلات، يا اما مرخمه يا اما سامبل، وحتى الشكل ديالها زوين صراحه. كنشوفوا المرخم ديالها هو هذا، ها المرخم ديالها واعره. هذه كتجي ترموس غير وحده في الكرتون، يعني كنخدموا بها يعني كتكون وحده. هنا كاين فيها اللون الابيض وفيها الكحل ديالها، هو حطيناه في هذا البلاطو هذا، ها هو النواغ ديالها حتى هو، فيها هاد الدريجات هادو من هنايا من الرجل، وعندها هاد الخطيط هذا ديال الدوغي كيطيح مع اليد ديالها هنايا، مع السده كيطيح هنايا. هادي الثمن ديالها هو 150 درهم، تتخرج بزاف الناس دابا ولاو تبارك الله كيعرفوا انه الزجاجه غوز، راه كاين الفرق ما بينها وما بين الزجاجه البيضاء. ما بقاوش كيمشيو للترموس الرخيص. وهذه اول مره غادا نعرفها حتى انا. هاد الموديل جديد. اغلبيه كنعرف انا غزاجه بيضاء. جيتي سبحان الله العظيم مع الجديد. هنا بالنسبه للمرخم ديالها كاين الفرق، المرخم ديالها كيعمل 180 درهم. الفرق ديال 30 درهم، 3600 ريال المرخم. بالنسبه للبيضه ديالتها الكحله ديالتها ها هي موديلها. حتى هي واعره الصراحه. الكحل ديالها. ها لا مارك ريغال. واعره الصراحه. ترموس خطيره زوينه. موديل واعر. الثمن ديالها هو 150 درهم. ودخلوا هاد الطوابل هادو كل واحد واش نتي تقول لهم كاين اللي كيقول لهم طابله، كاين اللي كيقول لهم بورت كاطو، لانه هو بورت كاطو على شكل طبله،
نقربوا لكم. هادو كي هادو واش كيمشيو جوج ولا كتمشي غير واحد؟ كتاخذ اللي بغيتي. تقدر تاخذ كاين هذا الشكل هذا ها هو. واو شوف الخدمه ديالتهم كيفاش دايره. تقول زوين الصراحه. حتى القطبان ديالو غلاط. الدوغي ديالو الا رديتي البال راه ماشي داك الدوغي اللي كيكون داير. هذا شي حاجه زوينه. هنا زاجه مرخمه. واو والفينيسيون هي كلشي. شوف الخدمه. هذا الثمن ديال هذا هو 200 درهم. وبالنسبه للكبير ديالو الكبير ديالو تاهو نخرجوه لكم. خلي صافي باش يبان الحجم ديالو. الكرصوب شعل ثاني. الكبير ديالهم اللي هو هذا. بالنسبه للكبير ديالهم الثمن ديالو هو 250 درهم. الكبير ديالهم ها هو واعرين صراحه وتقالين. هادو فيهم نوار والبيض لا فيهم نوار وفيهم البلون ديالهم جوج ديال اللوينات كاين البيض كاين الكحل. الثمن ديال 200 درهم الصغير بالنسبه للكبير الثمن ديالو هو 250 درهم. وكاين موديل اخر حتى هو بورتغاتو بشكل اخر زوين حتى هو يا الشيء الاخرى نشوفوا اياه كاين في جهه اخرى نشوفوا هذه فراخه كنخدموها على الشكل هذا بالويد ديال التعود عند الحقه ديالها ديال البامبو. هذه راه سولدات ولات 185 درهم. 185 درهم 185 درهم البنات. شوفوا موديل اللي واعر بزاف وعاد راه غير داير لكم الصولد فيها. ونقدروا نحيدوا لها هاد الويدات اللي كيكونوا قاسمين لداخل كنخدموها للماكله. كتستغل لها شحال من حاجه جوج الحويجات يا اما نقدموا فيها مثلا الفاكهه يا اما نقدموا فيها الماكله. الغطا ديالها اللي هو هذا على هذا الشكل هذا وهذا اللي يقدر يخدم كي خلات واحد السيلي يقدر يخدم في لابو. اها فعلا لانه ما بينش من هنايا هذا 3785 درهم. كاينه هاد السكريه هادي في الدوغي قريبه تسالي حتى هي الثمن ديالها زوين هو 100 درهم. حتى هاد الكيسان هادو جداد. هاد الكيسان هادو من قبل كان الكاس معاه البلاطو ديالو. هذا راه لقى اقبال مع الناس عجبهم في المرايا من الداخل. لو رديتي البال غيبان لك راه مرايا. كان من قبل كان مرخم من الداخل كانت فيه الزاجه الزاجه فيها النوار. هاد الزاجه اللي دخلت دابا جديده الزاجه زوينه عطا واحد الجماليه ديالته على الكيسان. شوفوا الكيسان البنات كي دايرين واعرين. بالنسبه لهاد البلاطو ها هو اللي كنسجل فيه مع 6 ديال الكويسات الثمن ديالو هو 280 درهم. 280 درهم 280 درهم واعر صراحه. كاين هاد الكاج هذا تا هو باش يبان لك. هذا راه موديل جديد راه كاين فيه حتى الواحد ديالو كاين على زوج وكاين على واحد. بالنسبه لهذا الكاج هذا الثمن ديالو هو 330 درهم 6600 ريال. 6600 البنات شي حاجه اللي واعره. شوفوا شحال زوين. شوفوا الموديل كيفاش داير راه هو كيهضر على راسو بوحدو. شوفوا واعر. نشوفوا ثاني هذه الفراقه هذه دخل هذا الموديل هذا واش كيبان لك كاين فيه الغون كاين فيه الدائري على الشكل هذا والزاج ديالو كيف ما كتشوفي معايا راه موج ماشي زازه كامله موج. هذه الفراقه هذه الثمن ديالها هو 280 درهم 5600 ريال 280 درهم. كاينه نشوفوا في جهه اخرى غنشوفوا الكاري ديالها. نشوفوا ثاني هذه القياسه هذه هذه الفراقه هذه راه زوينه وثمن فيها والخدمه ثاني ديما كنهضروا على القطيب غليظ كنخدموا على الكاليتي ديال الزجاج. هذه على جوج ثمن ديال 85 درهم. هذه راه خداوها مع عندي تريتور راه خدامين بها دابا. هذه زوينه على جوج ثمن ديال 85 درهم وعلى ثلاثه ديالها تا هو غنشوفوا ملهيها بالثمن ديال 110 دراهم وعلى سته راه محطوطاش راه كاينه ثمن ديال 180 درهم. واعره الصراحه. كاين حتى هاد الموديل هذا انتم شوف كاين هاد الفراقه حتى هي راه تحطت في البرومو ها هي. قلت لك جيتي مع الوقيته ديال لي كوم. هذه الفراقه هذه كيف ما كتشوفي معايا على هذا الشكل هذا وهنا راه لا غتبان لنا هذه هنا راه كنحيدو كاين واحد لاديزيف صغير كيتحيد من الجهه الجايه هنا باش كنخليوهش مزجاجه ما تكرفش راه كتولي ترونسبارون كتبين لنا اشنو كاين لداخل. هذه هاد الفراقه هذه ولات دابا بالثمن ديال 250 درهم. ثمن خطير 250 درهم. فيها هاد الشكل هذا وفيها هذا ها وحده دايره و... كاينه هذيك على الشكل ديال السداسي اييه وكاينه هاد الغون هادي ديالها نفس الثمن 250 درهم.